من الدار البيضاء اوريو، هاد العلم الرائد في لي بسكوي دخلت الموسوعه غينيس. اجيو نشوفوا كيفاش وعلاش. غادي نحطموا الرقم قياسي عالمي اليوم في العدد ديال الناس اللي غادي ياكلوا اوريو دقه وحده واجدين. أيها سيادي، أوريو حطم رقم قياسي عالمي جديد من خلال تنظيم هذا الحفل اللي حضر ليه 2482 شخص، كلهم جاو يذوقوا المنتوج ديالنا اللي المغاربة كاملين كيحماقوا عليه واللي تم إنتاجه في المغرب آخر مارس 2015 باستثمار بلغ 105 مليون درهم. أوريو عزيز على المغاربة كاملين، هاني بعدا أنا كنعترف بك. أوريو هذا البسكوي البنين متوفر بشكل كبير في مختلف جهات المملكة وغير بزوج درهم. إيوا دابا كلشي يقدر ياكل أوريو. تخليدا لجلوس الملك محمد السادس على عرش المملكة، استمتع سكان مختلف المدن المغربية باستعراضات وحفلات احتفاء واحتفالا بهذه المناسبة والتي من خلالها تتزين المدن والقرى بالأعلام الوطنية، كما تقام سهرات واحتفالات فنية تخليدا لهذه الذكرى. العاصمة الاقتصادية للمملكة احتفلت بإطلاق الشهب النارية في سمائها، وذلك وسط المئات من المواطنين الذين حضروا هذه الاحتفالات. وتجمع عدد كبير من المواطنين لحضور هذا العرض، وذلك خلال الساعة 10 من مساء الخميس قرب النافورة الخارجية بمركب موغوكومول. وكان المغاربة على موعد مع لوحات فنية من الشهب التي زينت سماء البيضاء. très beau même les photographies ça fait beau le ولاد عجبهم الحال شكرا كندوز واحد الحفل زوين وشي كنزوين. ننتقل بكم إلى العاصمة الرباط التي أبدعت فيها تشكيلة من الحرس الملكي في تقديم لوحات استعراضية رائعة تجسد أحد أعرق المظاهر التقليدية الأصيلة بالمغرب وتبرز الغنى الحضاري للمملكة. عناصر من الحرس الملكي قدمت عرضا استمر لأكثر من ساعة من الزمن أثار إعجاب الحضور الذي حج بكثافة للاستمتاع بلوحات تناسقت فيها الألوان والأنغام الموسيقية والأداء المتقن والمحكم. كما قدم طواف المشاعر لوحات فنية على إيقاع موسيقى الحرس الملكية، ما أضفى على المشهد جمالية استحسنها الجمهور الذي حضر هذا العرض. كان إحساس رائع، عجبنا هذا الشيء بزاف، تفرجنا تمتعوا المغاربة كاملين تمتعوا، عجبنا هذا الشيء بزاف وحنا فرحانين، والكلمة اللي كنقولوا الله ينصر سيدنا. هي بصراحة داز عيد العرش مزيان الحمد لله وفرحنا بهذه المناسبة ما شاء الله. داك الشيء شنو نقول لك، من العشية وحنا كنقيلوا هنا يعني حاجة كتاخذك الحاجة ما شاء الله، الشهوبات الديفيلي الله ينصر سيدنا. عيد العرش مجيد والله ينصر سيدنا، جينا ممتازة أولادي هما، جينا ممتازة وجينا حنايا وساكنين في حسن قدامين، ودابا الله يكمل بخير وعلى خير، ونتمنى إن شاء الله تكون الغيب مزفاه إن شاء الله من القدام إن شاء الله. لنعود إلى مدينة الدار البيضاء التي استمرت فيها الاحتفالات إلى ساعات متأخرة من الليل. نتواجد هنا بعملة الحي الحسني، والموعد كان مع حفل فني ساهر شارك فيه مجموعة من النجوم المغاربة. اليوم جيت سعيد تواجدي بهذا الحفل الجميل ديال عملة الحي الحسني الولفة، وشرف كبير باش نكون في واحد الحفل اللي هو حفل عيد العرش المجيد، اللي هي مناسبة جميلة وسعيدة على كل المغاربة. الله ينصر سيدنا
وانا جد سعيد بالتواجد ديال هذا الحفل هذا، لانه هذه الحفلات كيتلاقى فيها الفنان المغربي مع الجمهور ديالو. اولا سعيده انا وصفاء فرحانين بجوج ان نكونوا في الحفل اللي هو بمقاطعه ديالنا اللي حي حساني، وحنا هذو كلهم لنغني لهم جيراننا، اذا احساس زوين وحي مطرب الحي وطرب كما كيقولوا ماشي العكس. وانا بغيت نقول نزيد على كلام هناء، عيد عرش مجيد على كاع المغاربه اللي كيشوفونا دابا، وعلى سيدنا الله ينصرو، وعلى كاع المغاربه كاملين. ان شاء الله ديما المغرب الفوق الفوق وديما. وبغيت نقول شكرا للمنظمين وعلى راسهم عامل عملت مقاطعه الحساني السيده حنان تجاني اللي كنوجه لها تحيه بيان سور. شكرا للناس ديال شوف تي في. هذا الحفل رائع راكم كتشوفوا، كاين بزاف ديال الفنانه، كاين صفاء وهناء، حاتم ادار، مشاهب تقادا، كاين اعوذ بالله من قلت انا. حفل زوين، وتنشكر مقاطعه الحي حساني، وتنشكر الناس اللي وقفوا في هذا الحفل هذا. وكنوجه تحيه لسيدنا محمد السادس الله ينصرو والله يطول في عمره باش يبقى هذه البلاد ان شاء الله تزدهر، وبلادنا تبارك الله غاده في التقدم. وكنتمنى بان المغاربه كلهم يكونوا جنود مجندين وراء جلاله الملك محمد السادس باش نجيدوا بهذه البلاد القدام وباش يغيروا منا مازال الحساد. حفل الهب حماسه الحاضرين الذين تجاوبوا بشكل كبير مع هذه العروض. ولكن الحمد لله واكلين شاربين عيدوا موستاج مازال كيقرا في الثاني. مزيان عجبني مزيان، انا جاي من منطقه الكار اليوم جيتها مفاجاه، عجبني الجو مزيان، ارتاحيت والله الا ارتاحيت. عجبني زوين زوين الحفل زوين هادشي اللي داروا زوين. الله ينصروا لينا والله يخليه لينا والله ما يعب علينا كل الاعداء ديال المغرب. هكذا إذن شارك المغاربة احتفالات عيد العرش مع ملك شاب تربع على عرش أسلافه في الذكرى 16. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سوغ يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشة شوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Ben, wow!